مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. أبنائي طلاب الصف الثاني عشر تأسيسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ودرس جديد من دروس مادة الرياضيات. ودرس اليوم بإذن الله تعالى هو تابع للمتتاليات والمتسلسلات الهندسية. أحبابي الطلاب، في نهاية الدرس بإذن الله تعالى تستطيع إيجاد عدد الحدود في متسلسلة هندسية واستعمال متسلسلة هندسية منتهية. هيا بنا أحبابي الطلاب ننطلق سوياً لعرض مفهوم درس اليوم. في البداية تذكر عزيزي الطالب صيغ المتتالية الهندسية، صيغة ارتدادية، خلاص حفظت طبعا، AN يساوي E1، N تساوي 1، وAN ناقص 1 ضرب R لما N أكبر من 1، والصيغة الصريحة AN يساوي E1 R أس N ناقص 1. وعرفت طبعا صيغة مجموع متسلسلة هندسية منتهية اللي هو SN يساوي E1 مضروبة في 1 ناقص R أس N على 1 ناقص R. طبعا أكيد طبعا أنت يعني خلاص أوشكنا على انتهاء من المقرر في الفصل الدراسي الأول، فطبعا لازم تكون حافظ ومجمع هذه الصيغ بحيث تستخدمها في حل الايه، في حل المسائل. طب تعالوا مع بعض نشوف السؤال الأول يا شباب. ده مثال 5 صفحة 71. السؤال بيقول ايه؟ أوجد عدد الحدود في المتسلسلة الهندسية اللي موجودة أمامك دي يا شباب. طب تعالى، يبقى أنا الحين عرفت يا أستاذ إن أنا بتعامل مع متسلسلة هندسية، يبقى أول ما يطرق بالذاكرة بتاعتي خلاص أنا بجمع صيغ المتتالية الهندسية أو المتسلسلة الهندسية، يبقى أنا أمام صيغة ارتدادية أو صيغة إيه؟ أو صيغة صريحة. تعال نطلع البيانات، هو بيقول لك أوجد عدد الحدود، عدد الحدود يعني عايز إيه؟ يعني عايز إن. طب هو مديني يا شباب؟ مديني الـ A1، أو تعال نشوف كده، مديني الـ A1 الحد الأول بـ 200. طب أقدر أجيب الـ R كمان ولا لا يا أستاذ؟ طبعًا خلاص عرفنا، أجيب الـ R بقسمة الحد الثاني على الحد الأول، يعني 300 قسمة 200 أهو يطلع 1.5. ومديني إيه كمان يا شباب؟ مديني الـ AN اللي هو الحد الأخير، كلامك صح بالرقم ده، مظبوط ولا لا؟ طيب بعد كده يا استاذ عايز ايه؟ عايز عدد. طب انا عندي E1 وعندي R وعندي N، خلاص يا استاذ انا ممكن، انا عايز ال N اللي هو عدد الحدود، ممكن استخدم الصيغه الايه؟ الصيغه الصريحه لايجاد ال N، صح ولا لا؟ عوض AN اهو بالرقم ده، وال A1 200 وال R 1.5 تمام، باور N ناقص 1، اصبحت معادله عاديه جدا. انا عايز ال N، اعمل ايه؟ اول شيء اتخلص على 200، يبقى فعلا اقسم الطرفين على 200. لما اقسم الطرفين على 200 امسك الحاسبه بتاعتك، 200 دي هتروح خلاص، لما اقسم ده على 200 هيديني الرقم ده، صح ولا لا؟ طب تعالوا مع بعض بقى، هذه المعادله ممكن احلها بطريقتين يا شباب، ممكن احلها عن طريق اللوغاريتمات، ممكن احلها عن طريق المعادله الايه؟ المعادله الاسيه. طب عن طريق اللوغاريتمات اعمل ايه؟ مش دي اسيه، حولها للوغاريتميه، يبقى لوج الناتج للاساس يساوي الاس، لوج الناتج يعني اهو، يبقى لوج الناتج اللي هو 38 بوينت الرقم ده كده للاساس 1.5 يساوي الاس ان ناقص 1، كلامك سليم، خلاص اصبحت سهله. انا عايز الان ابعت الواحد باشاره مخالفه، ابعت الواحد باشاره مخالفه، بس خلي بالك لازم احط العدد اللي امام القوس ده في ايه؟ اللي امام اللوج ده في اقواس، بعدين الزائد واحد بره القوس، ما دخلوش داخل القوس يا شباب، واستخدم الاله الحاسبه، يبقى ان تقريبا هتطلع معانا بتساوي ايه؟ بتساوي 10. طب يا استاذ انت ممكن تحلها بالمعادله الاسيه، انا ازاي؟ على افتراض انا ما تذكرتش اللوج، اقول لك تعمل ايه؟ امسك كده الاساس هنا كام يا شباب؟ يبقى انا خلاص انا اتعلمت الحين احلها باللوج كيف يا شباب؟ خلاص؟ طب ممكن احلها بالاس ازاي يا شباب؟ بالمعادلات الاسيه. هتعمل الاساس 1.5 وامسك الحاسبه بتاعتك جرب، يعني انا هشتغل في الخطوه دي انا يا شباب، اجرب امسك ال 1.5 احطه كاساس واجرب. أس 2 أضرب نفسه مرتين لحيت المدين الرقم ده، طبعا مش هيديني ده، أجرب 3، أجرب أس 4، أجرب أس 5، هلغيه يطلع معك أس 9، يبقى 1.5 الأس بتاعها 9، هيديك الرقم ده تقريبا. وبعدين تشطب ال 1.5 مع ال 1.5 وهتقول إن ناقص 1 يساوي 9، وتبعت الواحد بشارة مخالفة هيطلع معك إن أيضا بتساوي كام؟ بتساوي 10. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال آخر.
تابع المثال 5 صفحة 71. السؤال بيقول ايه؟ مجموع متسلسلة هندسية، خلاص ما كملش، يبقى انا الحين امام قانون مجموع متسلسلة هندسية. هو مديني يا استاذ، مديني المجموع ومديني الحد الاول ومديني النسبة الثابتة اللي هي ار، وعايز عدد الحدود. طب انا هستخدم اي قانون؟ خلاص واضح انه قانون المجموع اهوت، يبقى انا فعلا مديني A1 ب3، مديني الار النسبة الثابتة ب5، ومديني SN ب11700 وكام؟ و18. يبقى انا الحين هستخدم قانون المجموع مباشره، نعوض فيه اس ان اللي هي 11718 مكان الاي 1 احط 3، 1 ناقص ار اللي هي الخمسة، عليها طبعا الان اللي انا عايزها اللي هو عايز عدد الايه؟ عدد الحدود اللي هو ان، على 1 ناقص 5. تعال نشتغل فيه براحتنا بقى، اخلص المقام 1 ناقص 5 يبقى ده خلاص ماليش علاقه بيه، 1 سالب 5 بالحسبه اديني سالب 4. اضرب ضرب المقص يا شباب، دي اساسا يعتبر مقامها كما شباب، مقامها واحد صح ولا لا؟ لما اضرب ده كده في الواحد ده يطلع كما هو، يساوي سالب 4 في العدد ده يا شباب، يطلع معانا ده صح ولا لا؟ شغل الحاسبه بتاعتك. طب انا عايز الان، يبقى اقسم الطرفين على 3، لما اقسم هنا على 3 واقسم ده على 3، الثلاثة دي بتروح خلاص، واقسم ده على 3 اديني الرقم ده. طب يا استاذ وبعدين؟ انا عايز الان خلاص، ممكن ابعت الواحد الصوب الثاني بيشاله مخالف، تمام يديني هنا. خلي بالك لما تبعت الواحد يتبقى معاك مش 5 وسن، سالب 5 اس ان يساوي سالب 15624 ناقص 1. طب نخلص ده، يبقى سالب 5 ايه اس ان، اخلص ده بالحسبه يديني الرقم ده، اشطب السالب مع السالب خلاص، او اكسب الطرفين على سالب 1، ما عندناش مشكله، هيطلع معاك 5 اس ان بيساوي الرقم ده صح ولا لا؟ هنا بقى توقف، ممكن احلها كمعادله اسيه، ممكن احط الاساس هنا 5 واجرب 5 اس 1 5 اس 2 5 اس 3، امسك حاسبتك في ايدك وجرب، هتلاقيها تقريبا 5 اس 6، هيطلع معاك الرقم ده، هتبقى الان بيساوي 6. ما انتش عارف خلاص، ممكن تحلها باللوغاريتمات زي ما علمتك في المثال السابق، هتقول لوج الناتج اهو، لوج الناتج للاساس يساوي الاس، طلع ده بالآلة الحاسبة هيطلع معانا ان بتساوي 6، يبقى فعلا عدد الحدود بيساوي 6. طب طالب تاني يقول لي ايه؟ يقول لي يا استاذ طب انا هتعب نفسي بالحل ده ازاي؟ انا ممكن اعمل حاجه، ممكن احط الحد الاول 3، اكتب كده الحد الاول 3 واضرب في 5 وانا ماشي، يعني اعمل متسلسله هندسيه واجمح كل شويه لحيث ما احصل الرقم 11718. ازاي يعني؟ اسمع الطالب تاني بيقول ايه. بيقول يا استاذ انا مش هشتغل الشغل ده، انا هقول الحد الاول 3، يبقى انا هبدا ب 3 واضرب في كام؟ واضرب في 5، يبقى الاول 3 لما اضرب في 5 15، اضرب في 5 75، واجمع 3 زائد 15 زائد 75، هل اعطاني ده؟ لا، اكمل لحيث ما اصل ل 11700. ازاي؟ تعال نشوف كده اهو، حل اخر 3، شوف الطالب ده عمل ايه؟ قال لك هبدا ب 3 واضرب في 5 يبقى 15، اضرب في 5 75، اضرب في 5 375، اجمع دول كده، هل اعطاني الرقم ده؟ لا لسه، اضرب في 5 ثاني، اضرب في 5 ثاني، اجمع دول كده هيديك الرقم ده. خلاص يبقى فعلا عدد الحدود بيساوي 6. اقول له خلاص كلامك سليم وصح و100%. ده تستخدمه امتى؟ ده تستخدمه اذا كان السؤال سؤال ايه؟ سؤال اختياري. انما لو مقالي دايما بقول لك موضحا خطوات الحل، يبقى لازم اعمل الشغل ده. خلاص شباب؟ انما لو سؤال اختياري ما عندنا مشكله، حل باي طريقه، المهم انا يهمني انك تختار الاجابه الصحيحه. شفت الطالب ده عمل ازاي يا شباب؟ قال لك انا هبدا بالحد الاول 3 واضرب في 5، يعني هتعمل ايه يا عمنا؟ قال لك انا هعمل متسلسله هندسيه، وطول ما انا ماشي كده اجمع النواتج، يعني 3 زائد 5 زائد 75، هل طلع 11718؟ لا، اكمل اضرب في 5 كمان 375، اجمع، هل اعطاني ده؟ لا، اضرب في 5 كمان اعطاني ده؟ لا، يبقى فعلا لحيث ما اصل لهذا المجموع وعد الحدود بقى 1 2 3 4 5 6، يبقى ان بيساوي 6. قلت لك ده يصلح اذا كان السؤال سؤال اختياري. طب تعالوا مع بعض نشوف مثال اخر، حاول ان تحل. ما عدد الحدود في المتسلسله الهندسيه؟ خلاص لسه واخدين تمرين زيه تماما يا شباب. عدد الحدود يبقى عايز ان صح ولا لا؟ يبقى انا عندي الاي 1 جاهز، وعند الار قسمه الحد الثاني على الحد الاول صح ولا لا؟ وعند الاي ان اللي هو الحد الاخير، هنستخدم اي قانون؟ ما عنديش غيره طبعا، ما ينفعش قانون المجموع، لان بقول لك ما عدد الحدود ما فيش مجموع عندي، يبقى هستخدم الصيغه فعلا، يبقى عايز الان، يبقى هستخدم الصيغه الصريحه اي ان يساوي اي 1 ار اس ان ناقص 1، عوض يبقى اي ان مكانها 768 يساوي اي 1 3،
افتح قوس 2 اس ان ناقص 1 هتعمل ايه؟ قال لك هقسم الطرفين على 3. اقول له كلامك سليم. لما تقسم ده على 3 يا شباب الثلاثة دي بتروح خلاص، ولما اقسم ده على 3 خلاص ما عندناش مشكله. هذه المعادله قلت لك عندك اكتر من طريقه للحل او طريقتين تقريبا للحل، ان انت ممكن تحولها لمعادله اسيه، يعني احط الاساس مكان ال 256 2 لان الاساس هنا 2 وابدا اجرب بالايه؟ بالاله الحاسبه بتاعت. اتوقع هتطلع معانا 2 اس 8. هتطلع معانا يا شباب 2 اس كام؟ 2 اس 8 تمام. وبعدين تحل بقى تصب الاثنين مع الاثنين يبقى ان ناقص 1 يساوي 8 وابعت الواحد باشاره مخالفه لان هتطلع بتساوي 9. طب ايه رايك يا استاذ لو حليتها باللوغاريتمات؟ نحل باللوغاريتمات. لوج الناتج للاساس يساوي الاس. لوج الناتج، الناتج اللي هو يا شباب خلاص حفظنا للاساس 2 يساوي الاس. لما تبعت الواحد يا شباب، ودي من الاخطاء اللي ممكن تقع فيها، لا حط ال 256 في قوس، اوعى تنسى دي يا شباب. ما تقوليش بقى تبعت ده بواحد وبعدين تجمعه مع ال 256 257، شغلك غلط. يبقى ده يا استاذ اهو شوف انا عملت ازاي. يبقى لوج 256 للاساس 2 في قوس زائد 1 ملهاش علاقه بالقوس اطلاقا، وادخل دي الاله الحاسبه هتطلع ان بتساوي تساوي 9 تمام. طيب تعالوا مع بعض. طب نرجع معلش المثال ده ثاني كده. هنا طالب تاني يقول ايه في المثال ده؟ يقول يا استاذ خلاص مع عدد الحدود في المسلسله ديت انا ممكن اعمل ايه؟ مش انا عرفت ان الاساس يا استاذ 2، خلاص انا ممكن اضرب في 2. 12 في 2 24، 24 في 2 48، 48 في 2 ب 96 وهكذا لحد ما حصل ال 768 وبعدين اعد الحدود. اقول له كلامك صح ما عندنا مشكله، وبرضه ما زلت اكرر هذا اذا كان السؤال اختياري تمام. اما اذا كان مقالي فدايما بقول لك ايه؟ موضحا خطوات الحل. ماشي يا شباب؟ طيب تعال نكمل نشوف السؤال اللي بعده. مجموع متسلسله هندسيه يساوي 155 وحدها الاول 5 والنسبه الثابته ما عدد الحدود في هذه المسلسله؟ واخدين مثال زيه تماما يا شباب. المساله بتحكي عن مجموع، خلاص يبقى امام قانون المجموع ما عنديش مشكله. طلع بياناتنا ايه هو ان بتساوي 5 والار النسبة الثابتة 2 والايه مجموع المتسلسلة عطولك ب 155. خلاص نبدأ نكتب قانون المجموع او اس ان يساوي اي 1 1 ناقص ار اس ان على 1 ناقص ار. الاس ان اللي هو مجموع المتسلسلة 155، يبقى مكان ده حط 155 ومكان الاي 1 نحط 5. 1 ناقص ار، ار عندنا ب 2 وعلى ان شباب على 1 ناقص، مجرد بيانات وقانون وتعويض تمام. لسه ان عطلنا فوق اهيت. نبدا نعمل ايه؟ اطرح المقام 1 ناقص 2 اديني سالب 1 اهوت. نفس الكلام دي مقامها كام يا شباب؟ 1 واضرب ضرب المقص صح ولا لا؟ ال 155 دي مقامها 1، لما اضرب ده خلاص في 1 يصير نفسه، يبقى 5 في 1 ناقص 2 اس ان يساوي سالب 1 في 155 بسالب 155. هنعمل ايه؟ اسمع منك بقى. فعلا صبح طالب بيقول اقسم الطرفين على 5 يا استاذ كلامك صح. لما تقسم ده على 5 راحت خلاص، ولما اقسم ده على 5 اديني سالب 31. هتعمل ايه يا ابو الشباب؟ قال لك هبعت الواحد باشاره مخالفه. كلامك سليم، يبقى سالب، ولما ابعت الواحد يتبقى سالب 2 اس ان وليست 2 اس ان تمام. يبقى سالب 2 اس ان. طالب تاني يقول خلاص انا ممكن ابعت السالب 2 اس ان وابعت ال 31. اقول له ما عندنا مشكله، كل دي حلول صحيحه ما عندنا فيها اي مشكله. خلاص انا بعت الواحد يبقى سالب 2 اس ان يساوي سالب 31 سالب 1، يبقى سالب 2 اس ان اجمع بحسبتك كده سالب 31 سالب 1 اديني سالب 32، اقسم على سالب 1 او اشطب السالب مع السالب يبقى 2 اس ان بيساوي 32. ممكن بقى زي ما قلت لك دي تحول لمعادله اسيه، هتلاقي ال 32 دي 2 اس 5 يبقى ال ان بيساوي 5. عايز تحلها باللوج ما عندنا مشكله، اهو لوج الناتج للاساس يساوي الاس. لوج الناتج 32 للاساس 2 يساوي الاس، ودخل دي طبعا الاله الحاسبه هتطلع ال ان بيساوي 5. وزي ما قلت لك طبعا الحل الاخر يا شباب اهو، الطالب بيكون قال لك انا هبدا بالحد الايه؟ الاول 5 واضرب في 2 وانا ماشي. 5 في 2 ب 10 اجمع كده 5 و10 15 ما ادريش 150. اكمل اضرب في 5 اضرب اسف في 2 اعطاني 20 اجمع كده ما ادريش 155. اضرب في 2 40 اجمع ما ادانيش 155. اضرب في 2 اديني 80. لو جمعت دول كده هيديك 155. عد الحدود 1 2 3 4 5 يبقى فعلا ان بيساوي 5. وده طبعا بأكرر ان ده لو سؤال ايه يا شباب؟ لو سؤال اختيار. طيب تعالوا نشوف السؤال ده بقى هنوقف فيه شويه يا شباب وركز معايا.
ده مثال 6 صفحة 72 بتقول تريد أسماء اقتراض مبلغ 24000 قطري ريال لمدة 6 سنوات بفائدة سنوية معدلها 4.5%. يبقى خلي بالك المسألة كلها بتحكي عن سنوات، صح ولا لا؟ اقتراض مبلغ لمدة 6 سنوات والفايدة فايدة سنوية، تمام، معدلها 4.5% لشراء حصة من أسهم شركة لتصنيع مقطورات الطعام. اسمع كده بقى السؤال، كم ستبلغ دفعتها الشهرية؟ يبقى أنا هتعامل بالشهور، معنى كده إن أي حاجة بالسنوات لابد أن تحول لشهور، يعني الست سنوات هيحولوا لشهور، تمام؟ ست سنوات، السنة فيها كم شهر يا شباب؟ تمام؟ فيها 12 شهر، أضرب 6 في 12 هيبقى عندك الإيه؟ تمام، هيبقى عندي 12، 6 في 12 ب 72. طب حتى والفايده السنويه يا استاذ، اذا دي فايده سنويه ايضا لابد ان تحول لشهريه زي ما هنشوف الحين يا شباب، تمام. اول شيء صيغه حساب الدفعه الشهريه دي لها قانون يا شباب، صيغه بيقول كم ستبلغ دفعاتها الشهريه. هذه الصيغه اللي موجوده امامك ونزلت قدام منك على الشاشه ديت هي صيغه لحساب الدفعه الشهريه، يعني احفظ يا استاذ، طبعا تحفظها، يعني لو جالي في الامتحان كم ستبلغ دفعاتها الشهريه، هذه هي الصيغه المستخدمه لحساب الدفعه الشهريه. A تساوي B على سيجما من كي تساوي 1 الى N، 1 على 1 زائد I، ذا الكل ده طبعا مرفوع لباور كي. طب ايه ده عباره عن ايه؟ ايه عباره عن الدفعه الشهريه؟ وبي المبلغ الاصلي اللي هي هتقترضه، صح ولا لا؟ والاول مبلغ القرض، وان عدد الاشهر، خلاص، واي معدل الفائده الشهريه، معدل الفائده الايه؟ الشهريه، تمام. طب تعالوا مع بعض كده نشوف الاول، طب نجيب معدل الفائده الشهريه كده، معدل الفائده دي سنويه، صح ولا لا؟ 4.5%. لذا يجب عليك قسمة هذه النسبة على كام؟ على 12 للحصول على معدل الفائدة الشهرية. يعني يا أستاذ لو أنا عندي الحين معدل فائدة سنوية وعايز أحولها لشهرية أقسمها على كام؟ أقسمها على 12. ليه على 12 يا أستاذ؟ لأن السنة فيها 12 شهر، يبقى أنا أول شيء بحول كل السنوات اللي عندي في المسألة إلى أشهر. طب تعال نحط بياناتنا كده ونشوف هنعمل إيه. بالنسبة لقرض أسماء، البي اللي هو المبلغ الأصلي، المبلغ اللي هتقترضه 24000، والإن اللي هو عدد الإيه؟ ها؟ إحنا قلنا الإن عدد الأشهر، طب بيقول لك لمدة 6 سنوات، طب الست سنوات فيهم كام شهر؟ 72، طب الرقم ده جبته منين؟ ما هو قال لك الأي معدل الفائدة الشهرية، الرقم ده جبته منين؟ مش موجود عندي في المسألة يا أستاذ، ما إحنا اتفقنا بقى معدل الفائدة الشهرية مديك معدل فائدة سنوية، اقسم الرقم ده 4.5% على كام؟ على 12 هيديك الرقم ده، يبقى أنا كده حولت مسألتي من سنوات إلى أشهر، بما فيهم المدة 6 سنوات وبما فيهم معدل الفائدة، يبقى أنا بياناتي جاهزة. يلا بينا نعوض بقى في إيه؟ في هذه الصيغة، نعوض في الصيغة A تساوي مكان البي أحط 24000 على سيجما من كي تساوي 1 إلى N، وإن عندنا ب 72 على 1 زائد I، الأي خلاص جبتها يا شباب وعرفت جبتها إزاي، قسمت المعدل على 12 عشان أحوله من سنوي إلى شهري، ذا باور كي، صح ولا لا؟ تعالوا نشوف بقى، هو ده بقى اللي هنقف فيه شويه. لو بصيت للمقام ده يا شباب، المقام ده عباره عن مجموع متسلسله هندسيه، يبقى انا هشتغل في المقام لحاله. لو جبت المقام ده لحاله الناتج بتاعه اقسم على اخد 24000 اقسمه عليه واطلع النتيجه، يعني اساس هتشتغل في ده. هنعمل ايه؟ المقام هو مجموع متسلسله هندسيه منتهي، لذا يلزم ده السيجما، يعني عايز اجيب مجموعها، السيجما دي اتفقنا انها مجموع، لذا يلزم عشان اجيب مجموعها يلزم ايجاد الحد الاول والاساس ونطبق قانون مجموع متسلسله هندسيه منتهي. طب اجيب الحد الاول ازاي؟ اهو الحد الاول هشيل الكي واحط مكانه 1، يبقى 1 على 1 زائد الرقم ده ذا باور 1 يطلع الرقم ده. طب يا استاذ انت جبت الحد الاول، كيف تجيب الاساس؟ عايز طالب كده بيفكر بقى كيف نجيب الاساس. طب اي متسلسله هندسيه لو اعطاك متسلسله هندسيه مكتوبه كيف تطلع منها الاساس؟ ايوه تمام، سامح طالب بيقول يا استاذ كنت بقسم الحد الثاني على الحد الاول، صح ولا لا؟ تمام، يعني لو جبت الحد الثاني وقسمته على الحد الاول اطلع الاساس، تمام خلاص. طب ايه رايك؟ طب ما انا اجيب الحد الثاني،
الحد الثاني يعني اعمل ايه؟ اعوض عن الكي ب 2 اهو، اعوض عن الكي ب 2 فين؟ في الجزء ده هيطلع معاك الرقم ده. طب عندك الحد الثاني وعندك الحد الاول، ايه رايك؟ تقدر تجيب الار ولا لا؟ جيب الار اهو، نوجد الاساس بقسمه الحد الثاني على الحد الاول. يلا بينا، قسمت الحد الثاني طلع الرقم ده. يبقى انا عند الايش الحين يا شباب؟ عند الاي 1 وعند الار وعند الان، اقدر اجيب بقى المجموع ليه؟ خلي بالك انا شغال فين؟ شغال في مقام هذه الصيغه. مقام هذه الصيغة هو مجموع متسلسلة هندسية. عشان أجيب مجموعها يا شباب لازم أطلع الـ E1 والـ R. طب طلعت الـ E1 يعني شلت الـ K وحطيت مكانها واحد في الجزء ده واستخدمت الحزمة. طب عشان أجيب الـ R هجيب الحد الثاني أهوت، عشان أقسم الحد الثاني على الحد الأول أعطاني الـ R. يلا بينا نطبق في قانون بقى إيه؟ صيغة مجموع متسلسلة هندسية منتهية. حافظينه طبعا، اللي هو كان عباره ايه؟ ما كتبتوش انا القانون، اللي هو عباره عن اي 1 ادي الاي 1 اللي هو الرقم اللي انا مؤشر عليه ده، افتح قوس واحد ناقص ار، الار اهي يا شباب ذا باور ان، الان بتاعتنا بكام؟ ب 72 على واحد ناقص ار على واحد ناقص، والار اهي اخلص ده بالحزمه اعطاني الرقم ده. شايفين الرقم اللي طلع ده يا شباب؟ هيحل محل كل الجزء ده. ده كده اللي انا باشر عليه ده، اشيله واحط كم مكانه كام؟ 62.412. اشوف كده نحسب بقى مبلغ الدفعه الشهريه، اعوض بقى في القانون ده، يصبح عباره عن ايه؟ 24000 على سيجما الكلام ده، سيجما الكلام ده اللي انا خلصته ب 62.400 وكام و17. ونبدا اذا مبلغ الدفعه الشهريه هو عباره عن 384.51 قطري ريال تقريبا. طيب يا شباب في نهاية الدرس طبعا ما ننساش طبعا ان علينا واجب منزلي، وانا عارف طبعا طلبة مهتمة وتحل الواجب، حل تمارين الكتاب صفحة 74 تمارين من 36 ل 37 وفي نهاية هذا الدرس بفضل من الله ونعمه نكون قد انتهينا من المقرر الدراسي للفصل الأول للصف الثاني عشر تأسيسي للعام 2020-2021، وإلى أن نلقاكم في لقاء جديد ودروس جديدة ومقرر جديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونذكركم بأنه قريبا بإذن الله تعالى سنعرض بعض المراجعات للاستعداد لاختبار نهاية الفصل الدراسي الأول، ودعواتي لكم بمزيد من التقدم، وإلى أن نلقاكم في لقاء جديد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.